الخير، نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم. فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقع صباحيه دائما. اهلا بكم في هذه النافذه الصباحيه حبايبي، مثل ما تعودنا نكون معاكم في قراءه سريعه لاهم حركه الافلاك ومدى تاثيرها على جميع ابراجنا وطوالعنا لهذا اليوم الأحد 18 من شباط. متابعينا الكرام، مثل ما دائما نكون معاكم في طاقاتنا المتدفقة، ومثل ما تعودنا دائما أنه نكشف حركة الفلك ونحاول أنه نحلل الخارطة الفلكية لحتى نتعرف على أهم عناصر التشكيلات الفلكية وممكن نقاط الضعف، وأيضا ماذا تعني هذه الخارطة وماذا تعني أو كيف ممكن أنا أتصرف في حال لو كانت هنالك بعض الملاحظات أو المحاذير، ثم كيف أصيد الطاقة الفلكية الإيجابية إن كانت فيها شيء من الفائدة والمنفعة. طيب، هذه التفاصيل وأكثر حبايبي من خلال اليوم قمر الجوزاء اللي يستمر في برج الجوزاء، علما أنه اليوم يشكل زاوية. هو أمس كان عامل فيس تو فيس، أو ربما كانت الطاقة لمواليد الثور، أو قد يكون حكما ذلك الأورانوس في أعلى نقطة كان يخبر الجميع طبعا عن أخبار. طبعا هذه الأخبار مرة تكون مفرحة مرة تكون محزنة، وقد تكون أو قد ممكن بعض الأشخاص أنه تتبطن هذه الأخبار، مثلا يسمع خبر قد يكون شوية بنوع من الضيقة أو التكدر، أو ربما يخشى أو يخاف، لكن هذا الخبر سرعان ما ينقلب لحتى يكون خبر جدا إيجابي. يعني مثل ما نقول بالعامية أنه رب ضارة نافعة، ممكن أنه هذه الظاهرة أو الضارة تتحول إلى نافعة. مثلا في أخبار ما كان مولود الثور يدري بيها، أو ربما هذا المولود راح يعمل شيء وقبل أنه يروح بهذا العمل تفاجأ بشيء آخر. تمام، يعني في إحدى القصص اللي سمعتها أنا أمس وأول أمس، واتصلوا بي شو نسوي شلون نتصرف مع هذا الموضوع، أنه راح يعمل مثلا عملية تصحيح أنف أو شيء، وأنا قلت في هذه المحلات ما تصلح أبدا للعمليات، لكن الأشخاص اللي تركب رأسها وتريد ممكن أنه كيف تشتغل هذا الموضوع يرجع لها، لكن بعدين اكتشفوا أنه من خلال هذا الشيء اللي هو راح من أجله لا، القضية تأجلت أبدا وانتفت هذه العملية، وماكو أي عملية أو إجراء تصحيح لشكل جميلي تجميلي أو مرضي أو عرضي، لكن قلبت الصورة والمعادلة وأصبح بدل أنه يروح يناقش هذه المسائل راح إلى منحنى آخر، لكن بنفس القضية تكشف له شيء هو ما كان يعرف به. فأنا ليش أقول هذا العام طبعا هي صدرت البداية لهذه البدايات من بداية السنة، خلينا نقول كان مواليد القوس الأبراج النارية، وكانت الأبراج اللي هي طوالعها أيضا العقرب، وتتأرجح الأفكار بين جميع الأبراج هنا حسب الخارطة الفلكية، حسب تاريخ ميلادك، حسب نظرة الفلك لك ساعة الولادة. فمنها من يكون، يعني أنا شنو قلت دائما لو تذكرون كلامي، قلت يتبدل تتبدل الأدوار، يعني الخير يقلب شر والشر يقلب خير، وهكذا حسب منظور الفلك إلك وحسب خارطتك الفلكية. طبعا هذه تفاصيل وأكثر حبايبي من خلال اليوم الأقمار اللي اجتمعت كلها في برج الدلو. هو عام الدلو فعلا، بلشنا ندخل عام الدلو، لذلك قد يكون اليوم أو قد يكون هذا العام هو عام حبلى بالمفاجآت. هذا عام التنين، عام الكرمة والدراما، عام العنقاء، عام رأس التنين في برج الدلو، عفوا الحمل في أعلى نقطة، هذا هو الراهو اللي يسمى برأس التنين. لكن أفلاك مهمة، أفلاك مهمة تخير وتغير خارطات أشكال، يعني ممكن هذه الخارطة أنا في تشكيلتي كبرج معين كبصمة خاصة إلي ممكن أنه هواية تغير من مناحي حياتي أو مناحي حياتك، يعني للسيدات والآنسات والسادة. هذول ممكن تظهر طوارئ ما كانوا يعني يعيوها أو يحسبوها. في إحدى الأفلاك والأبراج والأشخاص اللي تشرق طاقة الثور مع الدلو، يعني يكونون شركاء اثنين من هذا البرج، ماذا يضاعف لهذول الأشخاص اللي هو من برج الثور وهي من برج الدلو؟ مثلا نقول السيدة من الدلو والرجل هو من برج الثور. طيب، ما هو حاكم بيته منه؟ الزهرة، أي مولود الثور، وهي الزهرة أساسا نزلت سعيدة في برج الدلو. طيب، ماذا من المفاجآت؟ يعني ماذا تعي من المفاجآت هذه المولودة؟ ممكن يكون أخبار قديمة تظهر للعلن، وممكن تتدفق للأموال والخير الكثير، وممكن يكون عندها أو يكون عندهم مسائل مشتركة، لأن اشتركت يعني زهرة الثور مع منه
الزهرة اللي هي نزلت، لكن هذه المرة مو هبوط إنما نزول سعيد في برج الدلو مقترنة ومصطحبة المريخ مع بلوتو ثم عطارد وكثير من التفاصيل. طبعا في البيت الثاني أيضا هنالك زحل في ذنب الحوت، ما أحد ينكر هذه المواضيع. لحتى أعرج على مولود الحوت، أيضا هو الآخر كان يشترك بطاقات أمس، يعني دول الثلاث أبراج أو ربما هذا العصر اللي نحن مرينا به كان أمس يخبر الأبراج عن مفاجآت تفاجأ بها مولود الحوت ثم تفاجأت به جميع الأبراج من هذه الطوالع. يعني أنا حتى أرجع مرة ثانية حبايبي ومتابعيني لحتى أذكركم أنه هذا العام هو عام الخير، حاول أنه تصنع خير ولو مثقال ذرة، لأنه صنع الخير هو اللي يعود عليك يعني بالنهاية وبالنتيجة، وتبتعد أيضا عن طاقات التصعيد. راح ترجعون لحتى تقولوني ميسة هو أي حكيتي عن طاقات التصعيد وأنت تحذرين، وبعدني أحذر يعني قد أعذر من أنذر، لأنه بصراحة هذه الطاقة ما تصلح، هذه الطاقات ربما ما يكبر غير الشر، يعني ممكن أنت بتصرفك بتسرعك بطاقتك بشخص قد تكون أنت التفاؤل ضد طبيعتك أنت من تأذي نفسك، يعني أبدا قيت شعرة لا تفكر بأنك إنسان سلبي لأن بالواقع راح تكون سلبي، وحاول أنه تكبر الخير لأن الخير يكبر مضاعفات، وإن رحت للشر فأنت تسحبه. هسه شو عمق الطاقة بهذا الموضوع وليش نحن نفكر بهذه الطريقة؟ رح أقول لكم لسبب واحد بس، أنه نحن في جسم وعالم أحد ينكر المغناطيس؟ هسه مو أنا أقول، العلماء تقدر تنكر العلماء ما في شيء اسمه مغناطيس، تمام؟ عموما فهو المسار التردد اللي نحن ناخذ الطاقات بتردد جسمنا، فلذلك انا اقول نستقبل الطاقات الايجابيه السالب والموجب ونحاول انه نكبر الخير من خلال هذه التفاصيل. يلا طبعا مثل ما تعودنا لتفاصيل اوسع عن هذا الموضوع ونتحدث اليوم عن قمر الجوزاء ومدى تاثيره على جميع الابراج، تعالوا معنا لحتى نشوف هذا الاتصال الهاتفي ونقول الو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، اهلا وسهلا. أسألني. عزيزتي الغالية. صدوات قلبك. حبيبتي من معانا؟ ام آية. ام؟ آية. شلون صحتك ام آية؟ الله يسلمك الله يحفظك يا عيني. حبيبتي. تفضلي ام آية. صدوات قلبك يا عيني. اريد المرجي الميزان 73. طيب. طيب 73 والميزان يعني يفترض الميزان يسمع أخبار أخبار سعيدة بطريق صدفة، أو ربما أنتم مجالسين راح تشوفون أخبار تسر خاطركم، أو ربما يتنبأ مولود الميزان بخبر مفاجئ يسر خاطره، أو ربما مولود الميزان يعود له خير، أو ربما طاقة احتيال، ممكن أموالا سلبت، ممكن صحتا وخذت، ممكن طبعا أحيانا الصحة متابعيني حتى تسلب ترى الصحة، يعني طاقات الاحتيال أحيانا مو بس سرقة مال، مو بس أنه ممكن شخص يجي يحتال عليه، في أشخاص تتقصد أنه يكونون هم سلبيين فيتقصدون الأذية، وهذا بحد ذاته أنا أقول هو سلب للصحة. بالعموم باختصار شديد، بس أمس مولود الميزان هو كان على خير ما يرام، يعني البارحة بس قدر مولود الميزان أنه يكون بأحسن حالاته، طاقات جدا إيجابية، حاكم بيته الزهرة، والزهرة هي الأخرى مشتركة في برج هوائي مثله، إيش تخلص؟ تخلص قضية صعبة كان ربما أخذت مأخذ من عنده كبير، إن شاء الله راح يكون هذا الموضوع انتهى خلاص، أنه يعود الحق، تعود الطاقات ويرد الظلم على الظالم، يعني من ظلمك يرد الظلم عليه. كل ليش؟ لأنه اليوم القبر وين؟ في الجوزاء هوائي مثلك مقترن بحاكم بيته عطارد، عطارد أساسا في مولود الدلو الهوائي، وأنت من الأبراج الهوائية وحاكم بيتك الزهرة، هنا يعود لك حق مسلوب لحاكم بيتك، تضاعف لك الأموال أو تعود لك شيء أخذوه منك بالقوة أو بالاحتيال، وقد تكون أنت تحت طاقة ضغط صعبة، هنا تنتهي المسائل الصعبة معك لأنه المريخ يحكم في برج الدلو. أنا قلقة بصراحة، قلقة على شنو؟ ليش ما يسمو تقولين الدنيا حلوة وخضرة ويلا بطاقاتنا؟ إي لازم ناخذ الطاقات الإيجابية بتردداتنا ونبتعد، لأنه ما في شخص ممكن يستطيع يسيطر على أعصابه أو نفسه، فهنا الطاقات بصراحة مؤذية. يلا إلى ألو آخر.
الو السلام عليكم. سلام والاكرام، مرحبا. بعد روحي والله انقطع الخط يا عيني. عمري منو؟ ام آية. ام يا هلا ام آية. يا هلا ام آية، انا توني اسولف عن المواضيع، هسه بعدني احكي عن مولود الجوز. زين زين، بعد روحي عندي شو اسمه برج الميزان 2/8/95. ايضا ميزان؟ لا، برج الاسد. الاسد 5/9. طيب ايش اسمه؟ تعطيني اسم. حرف الحاء. حرف الحاء والحاء. طيب ماذا تسالين عن برج الاسد هذا؟ بصوره عامه يعني هو هوايه قاعد هم يقدم مساعدات. طيب بصوره عامه انت حدثنا، فواضح برج الاسد الى تدخل مباشر، او قد يكون هذا البرج في داخله شيء من احترام، من كبر، تقدير، من هو قد يكون شايل هم أحد، أو ربما هذا الشخص شخص كلش فاعل وإلى دور مباشر في قضية تخص شيء إلى فائدة أو عائدة لكم. أي نعم. يحمل أخبار طيبة هذا، ويذهب في طريق سفر، وقد يكون السفر حليفة لأسبوع أو 6 أيام، أو ممكن يكون لأنه عمق الطاقة. صح. لأنه عمق الطاقة هذا السفر ممكن يتأجل. يتأجل بفعل إيش؟ بفعل طاقة قد تكون ارتبطت مع طاقتكم أو إلكم. أنت من أي برج حضرتك؟ أنا برج الحوت. الحوت، شوف شلون؟ حسبي إحنا من أي بيت هذا راح يصير لك، لأن تابع. أنا دائما شنو أقول؟ أقول اللي يعرف تاريخ ميلاده يشوف الحوت أيضا في طوالعه شنو ومنه هو. أنت حدثنا الأسد 2/3/4/5/6/7، يسمونه البيت السابع. فماذا يعني في البيت السابع؟ يعني تخص أخبار أو تشترك أخبار إيجابية مع مولود الحوت، فيصنع خير هذا المولود، يصنع خير، وكأنه جزء من طاقة معروفة مشتركة عندكم. قد يكون ضيف، أو قد هو قادم من مكان معين، أو ربما كان يريد يجي، لكن في بعض العراقيل اللي أخرت حضور هذا الشخص، لكن الطوالع جدا إيجابية متحدة مع مولود الأسد، وهذا المولود تشوفون خير وطاقات خير مشتركة معك. زين بعد روحي اذا مو زحمه، الحمل ايه. الحمل ايه، ايش تسالين عن الحمل يا عزيزتي؟ يعني على الدراسه وعلى وضعيتها كلها، يعني هوايه قاعد تصير له، يعني شنو اقول لك، معاكسات. 2008 18/4. اي هنا الثمانيه، الثمانية وبرج الحمل. الحمل إيش في أعلى نقطة؟ طبعا حكما هو مولود جيتو اللي نعم. في عامل زاوية من طرف جيتو في العذراء، بعدين رأس التنين اللي هو راهو في أعلى نقطة متحد، وعامل زوايا مخبص عليها بعض المسائل. هنا عليها الانتباه من طاقة كلام مع أشخاص دخلوا بطريق الخطأ معها، وأخذت وعطت بالكلام والحديث معاه. نعم. تمام؟ نعم. تمام. نعم. طيب حرف الألف دخل وياها في طاقة دخول شخص داخل على الخط. نعم. ومتحدثة معاه، وقد يكون في تعلق، قد يكون في شيء من وعد، أو ربما عموما يعني قد تكون هاي. نعم. تكون هذه المولودة ما مستوعبة هذا الشخص، لكن أحيانا في أشخاص يعني يدخلون بالقوة في حياتنا، وممكن تحاول انه صدق هي يعني اكو واحد بس قاعد يلحون بي، يعني أطراف ثانية تلح بي لهذا الموضوع، انه يعني يلحون بها ويا انه لازم تكملين ويا هذا. اي صح. واضح هذا الموضوع، وهذا الشخص ايضا ذو قيمه، ذو مكانه، لانه راس التنين هذا يكبر له المسائل، يعطيها مساحات اكبر، او ممكن انه يعرفها، او ممكن تكون هذه الطاقات طاقات ماليه، لانه نحن لحتى نرجع نشترك مع اقمار او افلاك مجتمعه في برج يعني الدلو، وانت من الحمل، راهو اللي في اعلى نقطه وراس التنين هو من يعني يحاول انه يأجج المسائل مع اشخاص مهمين، يعني هذول الاشخاص اللي قاعد تتواصل معهم اشخاص نافذين، هسه نافذ في فكر، في عشيره، في مكانه مجتمعيه ذو قيمه هذول. تمام. وفي شخصين قد يشتركون في نفس الطاقه، يعني هذه الطاقه واضحه. وفي شخص يعني عمق التعلق، لانه هذا الراهو في اعلى نقطه ان اقترن وعمل زوايا مع الدلو،
ما نسميه مشكل، لكن ممكن نسميها يقوي لك العلاقات مع أشخاص مهمين كلش، فيكون مسائل التعلق جدا ملتصقة بعمق رأس التنين اللي معك. أما عن الدراسة، مسائل الدراسة لمواليد وإناث الحمل هم يكونون يعني متفوقين، لكن بشرط قد يفرض عليهم القدر أنه يعملون مسألة وحدة في تأجيل أو شيء يخص تأجيل، أو ربما هم من وجهة نظرهم أنه التأجيل أنسب لأنه عطارد هو الآخر أيضا مجتمع في الدلو. فإحنا شوفوا متابعينا، هذه الأقمار لما نزلت في عصر الدلو بلشنا في التغيير، أصبحت الأشخاص والأدوار بلشت يعني تختلف وتعطي أكثر من يعني من نظرة. حتى هنا يمكن النساء اللي كانوا يعانون من عدم الإنجاب ممكن تكون عندها إنجاب، والأشخاص اللي كانوا في العداء معاك أو معاك أو معاي أو معاهم أو مع طاقة معينة راح تبدي تختفي، راح يكونون في أشخاص أفضل وفي محلات ومكانات نحن كنا يعني ما نحب نروحها، راح يشوف أنه لا هذه المحلات أنه لا شو أنا أشوف أفضل، والله أنا أتغير رأيي فيه. فأكو تغيير، وهذا التغيير جدا واضح، مشكل هواي قضايا بلشت الأمور تختلط، يعني قمنا نشوف شلون نقول كلمة حق يراد بها باطل، ما هي كلمة حق لكن تفرض بالباطل، ممكن تتغلف تتبطن. بس بنفس الموضوع أنه أنتوا تعرفون أشخاص وتسقط أقنعة أو تظهر حقائق كانت مخفية، يعني هنا عمق هذه الطاقات من شكلت في الدلو شوفتك الصديق منه، يعني أظهرت معادن الأشخاص أنت كنت تشوفه يعني لامع، لكن مو كل اللي يلمع ذهب ولا كل الأبيض كريستالي هو ممكن يكون ألماس أو ياقوت، ممكن يكون زجاج تمام، فيعطيك نفس البريق، لكن هذه الحقائق كشفت لك أشياء هواية. يعني ممكن شفنا الأشخاص على حقائقهم، سابقا كنا نشوف يمكن قنينة ماء نشوفها هي صافية، لكن جيت حللتها أنت أكيد راح تشوف فيها أملاح، مو بس الصوديوم، ممكن تشترك بهواية، ممكن يكون أيضا في نوعية سم في هذا الماء اللي إحنا قاعد نشوفه، بس إحنا مو شايفينه بالعين المجردة. لذلك هذه الحقائق أو هذه النوازل تكشف لك مسائل، يعني هواية قضايا تكشف لك إياها، في قضايا تفرحك وفي أشياء تخلصك من عدها، ولسه في الكسوف والخسوف. ثم في 23/3 ينتقل المريخ إلى مولود الحوت، هنا لا ما نسميها الطامة الكبرى، لكن حقيقة إن قضية وإن شرح آخر، تبدل العالم يتبدل يا أخوان، تبدل كل المحلات والمكانات اللي تشوفها ما راح تظل على حالها، في أشياء تتغير تتغير، لا ملوك هم ملوك ولا الحاشية حاشية ولا الفقرة فقرة، ولا في خليط جديد، في نسيج جديد. يلا شوفي راس، يعني يوم عمق الطاقة شوية احنا مهمة، فأخذنا بالحديث والشرح أكثر يعني لظواهر يعني التغيير ثم الاستفادة من هذه الطاقات. عندنا ألو آخر. ستمية. ألو ألو، صباح الخير ستمية. صباح العافية ميت، هلا شلونك حبيبتي؟ عزيزتي سعد لي هالصباح. الله يسلمك، الله يسعد أيامك إن شاء الله يا قلبي. يخليك يا رب. ستمية أريد 20/6. طيب 78. أو بداية من معانا؟ راء من البصرة. من البصرة؟ نعم. طيب. سنيش على الرزق مالتي، أركان ابن كمية. طيب، إن كان أركان وهنا الكمية أي النوع؟ والجوزاء. الجوزاء طبعاً عطارد في أعلى نقطة اليوم. هو حاكم بيته، لكن مشترك بنفس الحركة اللي أصبحت في مولود الدلو. أقمار مهمة وأخبار مفاجئة، أو قد يكون هذا الشخص يعني حتى مسائل عدم الرزق هنا كأنه الله سبحانه وتعالى يعني أخر عليه أشياء لحتى يحفظه، أو لحتى أنه يجنب مسائل خسارات، أو حتى أيوة هو خسر 600، خسر يعني صح كلامي؟ 2019 نعم خسر، 2019 2018 خسر مبلغ كلش كبير. تتشوفين يعني يظهر ذاك اليوم، هذا اليوم كلش اموره كلش تعبت بعد. لتظهر الخسارات، وهذه الخسارات واضحه. اي نعم. تمام. هسه نفس الكلام اللي خسره في السابق ترجع الخارطه من جديد لحتى ترسم ابعاد جديده لعمل اخر او لفرصه جديده في جني اموال او ثمار او ربما تعويض الخسارات. ما اعرف هو حتى الوضع الصحي،
حبيبتي. إيه حتى الوضع تعبان. حتى الوضع الصحي الان راح يبدا ان شاء الله بالتبدل. انا قبل قليل ويمكن لو كنت سامعتني كنت اتحدث بصراحه عن عمق التغيير. قلنا الاشخاص اللي خسروا تتبدل الخسارات، والاشخاص اللي هم ذو اموال ممكن تذهب الاموال او علي الانتباه الى بيت النفقات، والاشخاص اللي كانوا يعانون من امراض مزمنه او تكشف امراض وحقائق. لانه يا اخوان المريخ هو كوكب الدمار والحرب والمرض، زحل هو كوكب فيروس. فانت لما تشوف هيك خارطه وهيك توليفه ثم في اعلى نقطه ذلك الراهو، بعدين عندك جيتو، ما كان الله سبحانه وتعالى يحاول يعني. ترى حتى العقاب احيانا من الله سبحانه وتعالى رباني واضح كانه يؤدب الاشياء. الحمد لله. تشوفين يعني ياخذ منك لحتى يعطيك، ويعطيك لحتى يرضيك. مو جايك الحديث. فالشيء بالشيء يذكر على طاري انه هذا الشخص فيه تبدلات، والتبدلات جدا ايجابيه في حياته. واضحه هذه التبدلات. شخص كبير المقام، حسن السلوك والسمعه، من وين قادم هذا؟ منين راح يجي؟ طويل القامه، ضخم الجثه، هكذا يعني تظهر الشاشه معانا او تظهر الرؤيه معانا. لانه هذا المريخ اللي اتحد في هذه الابراج يعود لعلاقات من الماضي ينتفع منها، اذا رزقه قادمه من الماضي، او ربما بطريق الصدفه تجتمع، لانه اشخاص مهمين راح يجتمع هذا الشخص باشخاص مهمين لحتى يخبرون عن موضوع ويشترك مع هذا الموضوع فيعطيه الخير. نفس مولود الدلو اللي امتنعت عند الطاقات، يعني هو كان في صلب الماده والمال لكنه تصرف مو عشوائي، لكن نسميها قله معرفه او ربما غفله. هذه الغفله احيانا تسرق منك. فلسه الزهره التحقت عنده بمعناها تضخم وتضاعف له الاموال. يا الله. فالجوزاء شو وقت راح ينتقل المشتري السعد الاكبر من الثور عنده؟ واضح كلامي؟ وهذه الأبراج اللي اجتمعت عنده إذا أخبار سارة من أشخاص مهمين، أو عودة علاقات من شخص قديم، أو ربما يشترك بطاقة مع شخص مهم. فشوفوا المرض، طاقة المرض، تراجع الوضع الصحي، شوفي مسائل الرزق اللي خسرها واللي راحت منه كلها تعوض بالليلة وضحاها. كأن الله يجبر الخواطر، كأن الله يجبر الخواطر. في ورقة، في ورقة فيها توقيع أحمر، فيه بصم ختم أحمر قادم باتجاه هذا الشخص. ما نعرف إيش هذا الأحمر، لأنه هو الكوكب الأحمر المريخ، فمعناتها في بصمة. وهذه البصمة نقول إحنا بالعامية إحنا نقول صك الغفران، من يعرف قد يكون هذا هو صك الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله يعني يتفائل بالخير، خلي يحاول أنه يتفائل بالخير. جبرة خواطر عند هذا المولود يا الله. وعن قريب ويبدأ تبدأ هذه الطاقات تبلش عنده من 1/4 يا الله. لأنه إحنا عصر الدلو بلشنا بواحد واحد بصراحة كان بي يعني بعض المناكسات أو بعض المناكفات اللي حصلت هنا وهنا، والثاني أنت شفت الثاني، لكن على الثالث إن شاء الله، على الرابع تبدي الأمور. ولسه بعد هو إيش عنده؟ عنده خسوف وكسوف يبدأ من 3/5، يأخذ شك ومشاكل عنده وأمراض وفقر، ويبدأ عصر الدلو الحقيقي. طبعا إحنا شو نقول؟ نقول كل مولود، سألوني هواي بمواقع التواصل الاجتماعي ميس شو وقت هاي التغييرات تحدث؟ تحدث كل شخص من تاريخ ميلاده. أنت اليوم ميلادك، بكرة يبدي العام وياك. يعني اليوم انت انحصل ميلادك، بعد بكره ان شاء الله راح يبدي هذا العام يشتغل عندك من تاريخ ميلادك. كل اللي سبق انت بعدك بالماضي، يعني بعدك ما اشتغلت. تمام. فشكرا جزيلا لك يا عزيزتي. فعلا التفاته حلوه، انه انا اشوف الجوزاء هو حاكم بيت عطارد وهو هوائي بنفس القضيه، لكن لمحاسن الصدف انه نشوف هالجوزاء هذا حاكم بيته وين؟ في الدلو. معانا؟ نعم وياك. عزيزتي هاي كل الخارطة، خلص انه احنا يعني حكينا المشهد كله. شكرا جزيلا لك، تابعي ان شاء الله. ودائما انا اقول الصدقة، صدقة تدفع بلاوي كثير، وكأنها مؤسسة خيرية انسانية اخلاقية، ايضا تربي الشخص وتهذبه وتساعد اشخاص ايضا في العيش، ما نسميها سنقول العيش الكريم ان شاء الله، ولو هي من هيك مسائل مالية بسيطة. لكن دائما اشجع شنو؟ على الصدقة. والله يا اخوان لو تعرفون الصدقة تطفئ غضب الرب.
ابن آدم خطاء في كل الأحوال، في تفكيره خطاء، في سلوكه خطاء، في كل المسائل. ما نحن دائما الله سبحانه وتعالى يقول أتوب عليهم متى ما استغفروا. فأنت وتستغفر حاول أنه تعطي الصدقة. الصدقة يا أخوان تطفئ هواية مسائل قد الإنسان يكون يعني مو واعي لها في الأخطاء. فهذا كله شو يدفع عنك البلاء، يدفع عنك هذه النوازل. وحتى الله سبحانه وتعالى ترى لمن قال كل يوم له في خلقه شؤون، طبعا وكل يوم هو في أمر جديد. هذا الأمر الجديد اللي نحن نتحدث عنه اللي هو حركة الفلك اللي تخصك أنت كبشر، اللي تخص حياتك الاجتماعية بلكة توعى. يعني أنت بلكة تشوف، أنت شوف اليوم وين أنت غني وشوف بكرة شو أنت فقير. لكن الإنسان بصراحة بطبع نسى، يعني والإنسان غريب الأطوار، ينسى بسرعة، يتناسى بسرعة. لكن هذا الموضوع شنو معناته؟ أنه أنت لازم دائما ترجع لسلوكك وتتذكر دائما. عموما معانا اتصال ولا نكمل عن حركة الجوزاء، لأنه عتبانين علينا هواية بالجوزاء. عندنا ألو آخر. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يسعد لي هالصباح. شلون الصحة عزيزتي؟ يا مرحبا. منو معانا؟ تغريد بن الصبيحة. تغريد من وين تتصلينا؟ من بغداد. هيا يلا تغريد. تغريد، اليوم شنو اتصالاتنا؟ مبين المريخ، مبين المريخ عنده ويت ترددات شوية. طيب حبايبي، وعلى طاري الجوزاء لحتى ما ننسى يعني متابعينا ما يزعلون علينا، وهي تحقيق للأمنيات أو ربما للسؤال اللي يتحدثون عنه، ما يسأل الجوزاء تعبان، تحدثي عن الجوزاء نحن زعلانين، نحن لا 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 ما تزعلون والله، تعالوا خليني أسولف لكم عن الجوزاء. ما في أحلى من الجوزاء وسنين الجوزاء وأيام الجوزاء. طبعا الجوزاء الفترات اللي راحت أنا شنو كنت أقول؟ كنت أقول الحذر. الحذر في شنو؟ في سلوكنا، في تصرفنا، حتى الكلمة أصبحت محسوبة. هاي ليش؟ شكو شبيه جوزاء؟ هسه نقول هو أفضل الأشخاص وهو إيه عيوني؟ أنت لما تحكمك أفلاك مهمة وين؟ في البيت الحادي عشر. شنو معناته من تحكمك هذه الأفلاك؟ أنه الغلطة ما تختفر أبداً، وأي تصرف ممكن أنه أنت تسويه خلاص أصبح مال، أصبح صك. طيب هنا أنا شلون ممكن أنه أتصرف؟ لحرجع لحتى أذكر أنه الخارطة الفلكية تقرأ من خلال البصمة. فمعنى أنا أتحدث بشكل عام عن مولود الجوزاء اللي حاكم بيتك عطارد، واجتمعت أفلاك مهمة وخطرة جدا ومهمة، بل وتحديد مصير في برج الدلو، يحكمك أنت، يؤدب مولود الجوزاء. طيب زين ميسة، سانة بهيك حالة شلون أخذ مراداتي من هاي الأفلاك المهمة اللي اجتمعت في هذا الموضوع اللي ممكن تعطيني محاذير وترسم لي حدود؟ طيب حدودك وين أو محاذيرك وين؟ أولاً بشكل عام مو بشكل خاص، الخاص هنا البصمة اللي تنظر من ساعة ولادتك وخارطتك الفلكية وطبعاً تاريخ ميلادك. هنا ممكن أنا أقرأ لك قراءة خاصة، يعني تروبيكال صيدلياً، هذا واحد. لكن لما أجي أحكي لك أنه أنت كبرج الجوزاء بصورة عامة، يجب عليك أنه أشياء مهمة ما راح يعني نحسبهن، أنه أنت شلون تأخذ من المريخ، ما هي طاقة المريخ لك وأنت برج هوائي؟ ما هو عطارد وهو حاكم بيتك مقترن في الدلو؟ هذا الدلو هو التغيير. طيب ماذا يغير لي؟ هنا انحسبنا العمل تنتبه له، ممكن ترتقي بالعمل، قدم لحتى ترتقي بالعمل. وأنا أكثر من مرة شنو قلت؟ قلت حذاري أنه تنتبهون لرب العمل، لرب الإسرة، لأشياء تحكمك أنت في داخل منزلك. فهنا علينا لازم الانتباه. وشنو قلنا؟ قلنا ممكن تنصرف طاقات العمل، ممكن أنت خلاص تفنش. تمام؟ فتعالوا معنا من بعد هذا الاتصال أرجع لحتى أكمل طاقة الجوزاء، لأن بصراحة كثير سمعت عن أبراج الجوزاء ويريدون استفهامات ويعني تثقيف. عنا نروح إلى اتصال هاتفي آخر. ألو. شلونك؟ ألو. ميسي شلونك؟ مرحبا، يسعد لي هالصباح، مية هلا. الله يخليك، أنا محمود من الناصرية. أم أحمد شلون صحتك عيوني؟ الله يخليك، أنا خبصت ولي تخبص، أنا بالدوام وما عندي التلفزيون أشوف البرنامج بادي لولا. عيوني حبيبتي، أنت على الهواء مباشرة أم أحمد. أي أي أي، خابرتي 28/10، قلت لي سوي بلادي أنا. أي. 68. هذا ميلادي يعني 68. انت 28/10؟ اي 68. طيب قلت اسوي قلاده، ابقى لابسه تيل واذبحه.
ما نتحدث عن نوع الشيء اللي أنا أتحدث عن هذا الموضوع اللي ممكن أنت تلبسينه. طبعا تبقين لابستها لأنه أنت من برج العقرب. معايا؟ معايا؟ فقدنا الاتصال بأم أحمد. أم أحمد، هذه إذا نصحتك بشيء وأنت من برج العقرب ما إلك غير، نرجع لحتى أذكر، الصدقة والاستغفار ثم إيش؟ هاي قلادة ما تنزعيها. ليش؟ شنو الموضوع؟ أي عيني، أنا أقول لكم شنو الموضوع. لأنه المريخ هو من يحكمك، الكوكب الأحمر، كل ما هو خطر ومهم أنت في طالعك. لو بعد أنت كوكب ثابت، هنا أرجع لأتحدث عن البصمة، الاسم واسم الأم وتاريخ الميلاد. يعني ما أحكي عن العقرب بصورة عامة، نتحدث فقط عن البصمة. يعني هنا احنا شنو قلنا؟ قلنا في خارطتين، يعني خارطة لتربك الصيدلي والخارطة اللي تكون عامة لكل الأبراج. بس بصورة عامة أنت كبرج المريخ الأحمر اللي يحكمك يعني يعمق لك المسائل. طيب شلون ممكن أنا أحفظ نفسي من هذه التفاصيل؟ هو عام التنين اللي هو برجك، اللي هاي مواقع التواصل الاجتماعي نخوض أصلا التنين والعنقاء والسعلوة لا تعطون طاقات وترددات سيئة، هذا كله ترى يعني بعدين يرجع عليكم لأن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. فهو يكبر لك هواي مسائل. احنا ما دخلنا بالحالة اللي انت طالبتها، لكن مع ذلك انا انصحك اذا كنت ناصحتك بشيء ترتدينه بخليك مثل ما انت. لكن هو الموضوع للعقرب تغيير. العقرب تتكشف له مسائل وحقائق ما كان في الحسبان يا اخوان. حتى اهل بيته اللي هم يعني تربى عند في وسط هذه العائله، راح تصير له نظره ثانيه بيهم اللي هم دول اهل بيته. يعني العقرب شخص مو هين، شغل مو سهل، واي مسائل راح يشوفها العقرب. تمام، نروح لهذه الاتصال الاخر وبعدها ارجع ايضا لحتى اعرج على العقرب. خارطه اليوم خطره، خارطه اليوم مهمه، في مسائل حلوه اليوم لازم تعرفوها. يلا الى الو اخر. الو، مرحبا. اهلا وسهلا عزيزتي، مية هلا. شو اخبارك؟ اني تمام، اسمع اخباركم الطيبه. فدوى طلبتي. عمري انت. نور من الموصل. منو؟ نور من الموصل. نور من الموصل؟ اي حياتي. هلا هلا ومية هلا باهل الموصل واهلها. وبيكي حياتي. نونة اول مرة تتصلينا؟ لا تختي البرنامج. لعد وين غايبة علينا نورة؟ انا شكيت بالاول صوتك يعني. والله ما حصلكيو. قاعدين ننتظر. يلا بركة اليوم وخير إن شاء الله، خيرة الله سمعنا صوتك. فدوى قلبتي. حبيبتي. أريد أسألك عن حاء بن الزاي. طيب. تمام. 2012. طيب. 90. مواليد 90؟ نعم. 1/2 توافق يعني. 1/2 منو؟ يعني اريد احفظ لكم خطوبه بيناتهم، هذا الشيء نوع العلاقه بيناتهم. ممكن نقول القوس معدله. نعم. اسمعيني يا حبيبتي، هذه الطاقة من أول ما بدينا بها علاقات متعددة، قيل وقال وأشخاص كثار أعطوا رأيهم بهذا الموضوع. تمام. صح؟ تمام. لا مو تمام، صح؟ إيه صح. صح صح صح. تعالي خلي أقول لك قضية. ولما طبعا ما اعرف هسه هاي عمق هذه الطاقه، ممكن يكون يتحدثون احنا نقول عن المصاريف للزفاف، يحكون عن هذا الموضوع، عن عمق مال يدفع، عن قيمه نقديه، عن شيء يخص مال فلوس، شو هذا الموضوع؟ تمام؟ والله عموما ممكن الشخص يدانش نفسه انه قد يقدم، يعني احنا شو نقول المصاريف القران او شيء، او هو ضام هذا الموضوع. بالعموم اكو اشخاص اشتركت بهذه الطاقه عن هذا الموضوع، هذا نتركه بعد وقت لاوانه، قد يظهر لاحقا. تمام. بس القيل والقال في عده اطراف، وهذه الاطراف اليوم اللي ايضا الشمس طبعا جدا قريبه سلطت الضوء عليهم وكانوا ما واضحه بالعيان، كان يعني من تحت لتحت، بس هسه بلشت اكثر اكثر اكثر. انا بصراحه خايفه من شيء، انه ممكن هذه الطاقه ما تتم، لانه طالما فيها عده مسائل وعدة يعني أخبار وعدة قيل وقال، لأنه المريخ التحق أيضا في الدلو واشترك في هذه الطاقات، فممكن أنه يا يأخر المسألة، يا ممكن أنه الآن لا، هو بس تحت حكم هذا القيل والقال. تمام؟
وقد تكون تغيب هذه الطاقة لحتى تعود يوم 23/3 أو 24 أو 25 إلى نهاية الشهر، أو قد تكون بنهاية الثالث يعني شهر الثالث، لأنه هذه الطاقة فيها شيء من التغيب، فيها شيء من يعني عناصر متعددة في الآراء، ممكن تخرب هذه الطاقة، ما تتم هذه الطاقة، لأنه الآن اللي واضح هو بس مسائل مناقشات. معايا؟ تمام. طيب، فالأقمار والأفلاك هي حكم، حكم نحن نقبع تحت حكم، ما منا خلاص بالمطلق، تمام؟ فإن شاء الله يا ربي من بعد 23/3 خلينا نغادر هالمريخ هذا، بس حتى وإن غادر هالمريخ هذا راح يقترن مع زحل في البيت الثاني من الدلو، ماذا يحصل؟ يحصل تعالي تعالي تعالي، في طاقة ثانية اشتركت هنا أنا، لأنه راح يصير زاوية من رأس التنين في أعلى نقطة. والله يا حبيبتي هذا الأمر أنت يتم بمشاكل، ما يصافون هذولا بالمطلق أبدا. ما يتبلى زحمة عليك، هو قبل فترة إجا وخطبوا يعني. طيب أنت قلتي لي يعني راح يجون يخطبون، وتمام إجا وخطبوا. كلام يعني توقعنا كان حقيقي؟ حقيقي 100%. طيب بس ما صارت يعني، قالوا ما قصنا وهاك الشيء، ورجعوا من جديد، ورجعوا من جديد، ولسه في قيل وقال، احاديث قد تقرا هنا وهناك، بينك وطاقه مشتركه بين انه كم كوكب تمام في هذا المولود. ف بصراحه بصراحه 23/3 في اخبار، هسه انا ما اريد انسف الحدث، ليش؟ لانه قد تكون زاويه المشتري اللي راح ينتقل السعد الأكبر في الجوزاء ممكن تشترك لحد تعطيها الخير. بس هذا موقف ما أسمي ضعيف، لكن بعد وقت عليه. بس بالعموم هي طاقة، أنا حكيت لك وأنت قلتي أكدتي بموضوع أنه إيه أوكي أكو هذا الموضوع، فخلينا ننتظر لحتى نشوف شو وقت ومتى يعني أكو الوقت المناسب لحتى نعطي قراءتنا الأخيرة. بس هو بالعامة 23 ينتقل المريخ، يكون في الحوت مقترن مع زحل. هنا أقدر أقول الله أكبر، الله أكبر، يحكم يا ربي بالخير إن شاء الله، كل شخص يأخذ نصيبه بصراحة وحسب عملكم يعني تثابون. يلا ألو آخر. صباح الخير حبيبتي ميوسي. صباح العافية، يسعد لي هالصباح. شلونك حبيبتي ميوسي؟ عيوني أنت، حافظك الله، أهلا وسهلا. أريد توقعات عن برجي يعني بدون زحمة حبيبتي ميوسي. طيب صار، بس بداية نشرب ربي حضرتك. فاطمة بنت بهي. فاطمة بنت بهي. بهية اوكي. طيب المواليد 98 اي 15/3. طيب 15 عن القسمة والصحة. نصيب صحة والصحة. طيب ايضا وتوقعات عن مواليد برج اخوي. اي اللي هو 94 مواليد. طيب 12/12. طيب انا 12 على القسمه والصحه، ايضا نصيب وصحه. ايش اسم المولود هذا القوس؟ مالك بن بهي. مالك ابن بهي. بهي اوكي. طيب الساعة عزيزتي فيما يخص مالك، تعالي خلي اسولف لك على مالك. مالك تارك أوكي. تارك نصيب، علاقة ما تمت. اي ماشي تارك نصيب صح؟ صحيح. طيب بس هذا يعني في أذية من طرف العلاقة السابقة، يعني ممكن يكون في أشياء مو تمام، يعني معمول لأشياء، معمول لأشياء يعني. لا بس لحظة لا تفهميني غلط يا معودة، أقصد في تصرفات كانت ضارة هذا المولود. أوكي تمام؟ تمام. طيب هسه على الفترة القادمة إن شاء الله هذا المولود إن شاء الله، طبعا إحنا أنا أتحدث عن مواليد القوس، القوس فترات اللي سبقت كثير كان عنده أنواع من العلاج، يعني غير لي أكثر من مرة، أو ربما كان يعاني بصراحة من مسائل وتوعكات صحية، هسه بالفترات إن شاء الله بلشت تنتهي، لأنه إحنا شو نقول، نقول عصر الدلو. فأنا أنا وحسب ما الخارطة، خارطة الفلكية أوكي، وأيضا 94 هو بس النمبر الأول عنده في
تاريخ ميلاده هو اللي يأشر على صعوبة المسائل. هذا في شيء الآن مناطق صدرية، قصبات صدر، شيء تنفس، شيء هيك يعني عنده بعده، بس تنتهي هذه المسائل. هو حاليا ما سيوجع ميت. أي هذه المسائل شوفي بصراحة لازم أكو تحليل للدم، خليه يعمل تحليل للدم. إنه هذا سبب الصداع هو المعدة الباطنية. خليه يعمل تشيك وراح تشوفين هذه المسائل. بالعموم نرجع لحتى نقول الطاقة القديمة هي من ضارته والباقي انت تفهمينه، احنا على الهواء مباشرة. اسمعيني بدون زحمة، كل بنية اللي تقدم لها ما تصير، كل هالأسباب. اي لأنه المواجهات اللي صارت عنده في البيت، العلاقات كانت اكو ابراج مهمه، يعني هي معرقلت له المسائل. بس من بعد 23/3 اخبار جدا ممتازه، وفي طالع فتاه، هن اثنين هسه. شوف اللي في طالع هذا المولود فتاه، خليني اسميها تحت المتوسط من الطول، فاتحه البشره، بعيون ملونه، والاخرى تكون بيضاء ذو عيون كبار، صاحبه شعر اسود او نقول جديله يعني سوداء. هاي كلها شفتيها ميس؟ اي عيوني، مو هذا الدلو اللي ساكن عنده يعطي ابعاد معينه لنوع العلاقات اللي راح تكون من الشركاء. فواضحه هذه القضيه كلش في طالعه 23/3. في مسائل إيجابية حلوة راح إن شاء الله تتصدر مع مولود القوس ويتخلص من جميع متاعبه. في شيء يخص طريق، اسمعيني، هذا يا عنده إقامة في مكان، يا هو نفس الطريق التغيير اللي نحن نتحدث عليه، لأنه التغيير جدا واضح عنده، يعني تخص مسائل السيارة، شيء يخص هذا الموضوع، وين شنو في شيء، يعني راح يروح في سيارة هذا المولود، يا رب بخير. عموما نرجع باختصار شديد لأنه ما عندي وقت بصراحة يا حبيبتي الغالية عن فاطمة أيضا بنت. بدون زحمة البنية تصير هاي القصيرة القامة. طلعت صحيح؟ صحيح، بس تصير لو ما تصير. إيه خي تصير، مو قلت لك اثنين هن. هن اثنين تصير القصيرة القامة؟ إي باعي هن اثنين، بس القرار والخيار راح يصير هو من بعد ما كانت عنده علاقات، راح يظل هو النوبي يشرط بكيفي وعلى كيفي أريد، عرفتي؟ فواضح في طوالعة 23 إن شاء الله تكون الأمور طيبة. شكرا جزيلا إلك عزيزتي، أنا آسفة ما أقدرت، إنه ما عندي وقت كافي لحتى أتحدث عن طاقة طبعا الحوت، رغم إنه 23/3 نفس الطاقة اللي تنطي لمولود القوس لهذا المولود راح ينتقل المريخ في الحوت مقترن مع زحل. هنا في أمر طبعا. هو إحنا شنو حبايبي، لحتى أرجع أفهمكم مرة ثانية، وصراحة هو الموضوع شوية بنوع من الأهمية. أنا كشخص شنو أحمل في جسمي؟ معادن. هاي ليش قاعدة أذكركم أنا؟ حتى دائما تتذكرون الكلام اللي أقوله. اللي مؤمن بقراءاتنا واللي شايف توقعاتنا وصحة معاه يمشي على نهجنا ومدرستنا. اللي يروح لمواقع التواصل مفتوحة وأشكال وأنواع، بس ما حد يضر غير حاله. أنت كتردد في تردداتك، في معادنك، في جسمك، لا حد ينكر، ماكو حقيقه علميه تنكر انه نحن ما في معادن في جسمنا، زنك وحديد ما منو راح ينكر؟ وهاي كلها بفعلها ترى تمثل ابراج في اعلى سماء. هنا التردد، انت لما حسب نوازل الفلك لما راح تكون متصدره في محلات، انت راح تربط ترددك ان كان شر وان كان خير. لو نحن في طاقات جدا صعبه، حاول وارجع مره ثانيه وتذكر ممنوع الخطا، ممنوع التشاؤم، ممنوع الخطأ والتشاؤم. أعيد بعد، وكل الأشخاص اللي راح تضر نفسها ترى حالكم أنتو خلاص. فاللي يبقى منه دائما بالحلقات اللي سبقت أقول الأقوياء، من هم الأقوياء؟ اللي يستطيع يسيطر على تصرفاته واللي يقدم الخير قبل الشر ويبعد عن الشر ويغني له. لأنه أي شخص ممكن يرفض عمله ما يرجع بعد 17 سنة إلى العمل، يرفض. وإن شخص ترك حبيب وإن كان يحكمه 60 سنة عايش وياه، ما يرجع بعد 17، لا بعد 20 سنة. شو رأيكم بهذه المواضيع؟ فليش ما نروح إحنا نكبر الخيال لمدة 17 سنة؟ هسا أنا بالدقائق الأخيرة، لكن أرجع لحتى شنو أقول، عمق الطاقات عمق غير اعتيادي. أنا كميس يعني بصراحة وكخبيرة والله دا أشتغل بقدم وساق أنه أسوي هواي مسائل تخص حياتي ومستقبلي، والباقي لكم. خصت فقرتنا أكيد غدا بنفس الوقت، انتظروني بتوقعات أخرى. مع السلامة.